يذهب رادار الأخبار ويتوقف عند حدث رياضي فريد. تشهد العاصمة الفرنسية باريس أجواء جماهيرية كبيرة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب غدا السبت بين ليفربول صاحب الستة ألقاب ونظيره ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب ب13 لقبا. في قلب باريس جرى عرض كأس البطولة أمام الجماهير ووضع مجسم كبير للكأس قرب ملعب المباراة. للمزيد عن أجواء النهائي الأوروبي تنضم إلينا من باريس الزميلة مهتاب أفندي. مهتاب، وسط الجماهير قريبة من روح وجوهر هذه المنافسة الكبيرة التي تنطلق غدا، ماذا عن الأجواء والترشيحات؟ أجواء حماسية واحتفالية من الدرجة الأولى، أجواء اشتاقت لها جماهير كرة القدم بشكل عام وجماهير كرة القدم الأوروبية وعشاق الشامبيونز ليج بشكل خاص وعشاق النهائي المرتقب بين ريال مدريد وليفربول. تلك الأجواء التي تعيشها هنا العاصمة الفرنسية باريس، عشرات الآلاف من الجماهير من جماهير الفريقين ومن جماهير الفرق الأخرى من عشاق كرة القدم حضروا هنا إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور هذه الاحتفالات التي غابت لسنوات، ربما قرابة 3 سنوات حتى الآن، خاصة بعد ما شاهدناه طوال العامين الماضيين بعد أن تأثر النهائي وإقامته بشكل كان مختلف العامين الماضيين. طبعا بعد يعني ما اجتاح فيروس كورونا في العامين الماضيين وأثر على كرة القدم بشكل كبير، ولم يكن هناك هذه الأجواء التي تشهدها العاصمة الفرنسية في نهائيي لشبونة اللذين أقيم في العامين الماضيين. هنا عادت الاحتفالات وعادت الفرحة لجماهير كرة القدم والاحتفالات المعتادة التي عادة ما تصاحب نهائي الشامبيونز ليج. هنا في تلك المنطقة وتحديدا في ميدان أوتيل دوفيل في باريس توافدت الجماهير من عشاق كرة القدم لأخذ الصور التذكارية ولعب كرة القدم أيضا وأخذ صورة، وقفوا بالساعات الساعات الطويلة لمجرد الاقتراب من الكأس ذات الأذنين التي معروضة هنا الآن في هذا الميدان الذي يوجد خلفنا، والكل هنا يسأل السؤال من سيكون الفريق الذي سيتوج بهذا اللقب غدا في النهائي على ملعب ستاد فرنسا في سان ديني. سنتابع معك هذه الكواليس وأجواء المباراة، نتمنى لك أجواء ممتعة مهتاب، شكرا لك.